المعارك العنيفة تندلع مجددا غرب البيضاء، ساحة المعارك مديرية الملاجم التي ينظر إليها العسكريون على أنها ساحة الحسم الرئيسية للمواجهات العسكرية التي تدور رحاها في هذه المحافظة الواقعة وسط اليمن. انطلقت معركة تحرير الملاجم في الساعة 6 من فجر الخميس إثر تلقي الجيش الوطني دعما جديدا وسط إسناد من طيران التحالف وعزيمة بادية على وجه المقاتلين واندفاعهم نحو القتال، يحدهم الأمل في إنجاز المهمة المتمثلة في استكمال تحرير مديرية الملاجم والانطلاق نحو تحرير بقية مديريات محافظة البيضاء. تسارعت وتيرة الانتصارات التي حققها الجيش منذ الساعة الأولى لاندلاع المعارك، فقد تم تحرير منطقة شركة بن عرب وجبل الدير وسيلة الوهبية، وتم تحرير معسكر الاستقبال بمنطقة فضحة ووادي فضحة بالكامل، وخطة الجيش هي الوصول إلى مفرق عفار ذي الأهمية الخاصة بالنسبة لخطوط أمداد الميليشيا التي يسعى الجيش لقطعها تماماً عن قواتها المنتشرة في أجزاء من عديدة من المحافظة بما فيها مركز المحافظة. معلومات أفاد بها قائد محور بيحان قائد اللواء 26 ميكا اللواء الركن مفرح بحيبح الذي كان حاضراً إلى جانب ضباط اللواء في قلب المعركة المحتدمة بين الجيش ومقاتلي الميليشيا. اللواء بحيبح أكد أن مساحة المناطق التي تم تحريرها منذ بدء المعارك في هذا المحور تصل إلى نحو 40 كيلومتراً، ولم يتبقى أمام الجيش سوى 18 كيلومتراً للوصول إلى مفرق عفار الاستراتيجي. الميمنة يمين دير والقلب هو الإزفلت الذي احنا الآن فيه، ونحن نبعد من المقاتلين حقنا من الآن مسافة 7 كيلو أو 10 كيلو إلى الأمام. تجاوز الجيش المواقع الأكثر صعوبة في هذه الجبهة وفي المقدمة منها عقبة القندع ومنطقة فضحة وجبالها، ما يعزز الثقة لدى قائد محور بيحان وقواته بأن تحقيق أهداف الجيش كاملة في هذه المحافظة ليس إلا مسألة وقت. المعارك في البيضاء تبدو أكثر حسماً هذه المرة، لكن الأمر لا يزال مرهوناً بإرادة التحالف الذي يتحكم بالقرار العسكري الميداني وبالإمدادات والإسناد الجوي ويضع أولويات الحرب في هذا البلد.